تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من الرئيس مامادو دومبويا رئيس غينيا تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والتنسيق والتشاور في شتى المجالات. تسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل فرحان نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله وزير التخطيط والتعاون الدولي في غينيا إسماعيل نابي. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.